كيروبراكتيك هو ايه؟ طقطقه المفاصل، بس علم اعرف المفصله واتجاه الحركه بتاعتها. مفيش حد ما بيقولش ظهري بيوجعني. العمود الفقري النهارده ما عادش زي زمان لان قوته بقت اضعف. مشاكل العمود الفقري اعراضها غامضه، العصب مش هيديني فرصه ان تفضل فقره تنزلق والغضروف يتاكل وهو يفضل عايش معاك. الاستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، استاذ جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري وجراحات الانزلاق الغضروفي، كليه الطب جامعه القاهره، عضو الجمعيه المصريه والعربيه لجراحات العمود الفقري. اهلا بكم. الام العمود الفقري والام الظهر الام مشهوره جدا في مصر، والحقيقه من الالام اللي بتثير في نفسي انا كرجل طبيب الاستغراب الشديد جدا. ليه؟ المريض ما يعرفش ينام والالام بتزيد، والالام بقى لها سنين، والمريض في منهم نسبه صريحين مع نفسهم، ناس استفادوا جدا من الثقافه الطبيه اللي قدمناها، فعارفين يقبلوا ايه ويمشوا ازاي، وهنعرف النهارده طريقهم المستقيم. لكن في مرضى تانيين نسميهم، انا بسميهم الهربين، بدلعهم اقول لهم انت هرب يا ولد، تهرب يا عم الحاج، انت هربة يا ست. يهرب لاي حاجه، يهرب لمسكنات الم. طب المسكنات لغايه امتى؟ يهرب المسكنات ورده، بس مش هو ده العلاج، ده مسكن، حتى اسمه كده مسكن الم. ومثقفين قوي، وحتى الناس البسطاء بقوا فاهمين دلوقتي، يقول لك يا باشا انا ماشي على مسكن بس ما خدتش، لسه ما استمرتش او ما خدتش علاجي او ما اتعملليش العلاج المظبوط. الحاجه الثانيه الهروب بقى لمناطق غريبة جدا. علاج المشكلة بدون جراحة وبدون ألم. ما هي لو تستحق العلاج بدون جراحة ماشي. لكن مش كل مشكلة تستحق العلاج أو تنفع فيها العلاج بدون جراحة. ويعني إيه علاج بدون جراحة وبدون ألم؟ يعني أنا محدد المسألة أشبه بالظبط يعني بمثلا واحد فاتح محل لبس ويقول أنا ببيع بنطلونات بس. طب الجواكت؟ لا أنا بتاع بنطلونات. طب يا ابني التيشيرتات؟ انا بتاع بنطلونات. ماشي هو حر، لكن افرض واحد داخل عايز يجيب لبس يعني كامل هياخد بنطلونات بس ويمشي من فوق فله. الطب ما فيهوش حاجه اسمها وبس، في احتمالات علاج. الهربين دول حوارنا ليهم النهارده، هتهرب لغايه امتى؟ ومشاكل ودواعي وانزلاق الهروب هيوصلك لايه؟ منزلق الهروب، الهروب ده منزلق زي الزحليقه بتاع زمان، لو انت استمريت هتقع في بير وعمق خطير في الحياه. ضيفي العزيز هو ابرع من يستطيع ان يشرح لنا هذه الزحليقه ويتكلم عن هؤلاء الهربين، لانه اعتقد ان هو بيشوف هربين من دول كتير قوي، واعتقد ان كلمه هربين لفظ استساغه كثيرا. القمه العلميه الكبيره واستاذنا استاذ الاساتذه وصاحب اليد الماهره في عالم جراحات المخ والاعصاب والحضور الكاريزمي الاكاديمي الرائع استاذنا الاستاذ الدكتور محمد صديق هودي. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك دكتور. عجبتك الهربي؟ جدا. بتشوف منهم كتير؟ معبره قوي عنهم الحقيقه. بشوف في المعربين وفي المأوحين وفي المستبيعين الحقيقه. مستبيعين؟ والله هم كلهم هربين. يعني هو يعني ما بقاش مستوعب المشكلة، او يبقى حد مبسط له الموضوع، يقول لك انا ظهري بقى له 25 سنة بيوجعني، رقبتي بقى لها 10 سنين 12 سنة وجات لي شوية وراحت، بس دلوقتي ايدي مش عارف ارفعها، بس دلوقتي مش عارف امسك الحاجة، وايديا ما عادش بعرف امسك القلم، الكوباية بتقع من ايديا، ده انا لو طلعت السلم هو دور واحد. هي القصة انت وصلت لهذه المرحلة امتى؟ ووصلت لها ازاي؟ يعني هي الموضوع ما كانش بالبساطة انك انت لما صحيت اول امبارح لقيت نفسك تعبان، رجلك وقفت، ده انا وطيت مش عارف ارفع ظهري، ده انا مشيت مشوار مش عارف اكمل 200 متر، ده انا قعدت مش عارف اقف، ده انا بقوم محني. ما بتحصلش فجأة. ومشاكل العمود الفقري الحقيقة، العمود الفقري ده حمال الأسية حقيقي، حمال أسية في مصر بالذات، شغل ومرمطة ووزن زيادة ومطبط في الأراضي وكراسي بايظة وكراسي بايظة. ده لا كراسي، ده في ناس يا باشا حياتهم موطي في الأرض وبيشتغل وبيشتغل بفاس، في ناس واقفة طول اليوم يعني غلابة. طبعا طبعا يعني أنت عندك مجتمع نص مصر واقفة، عندك مجتمع بيشقى، يعني مجتمع شقيان. هي ست البيت اللي عندنا زي أي ست بيت في الدنيا،
يعني تكنولوجي فين يعني؟ ده بتقوم وتوضب وتغسل وتمسح وتطبخ وتاكل، تودي اولاد مدرسه او ما توديهمش، يعني مشاكل كتيره جدا. وما فيش حركه بقى، ما فيش رياضه، ما فيش ثقافه الرياضه، ما بنتحركش كتير، ظهرنا بيتعب. ومتعودين بقى نقضيها ببرشامتين، بمسكن، برشته قديمه، بالصيدلي اللي جنبنا بيحل لنا الموضوع مؤقتا. هنذهب الى المنطقه الاولى في حوارنا الحقيقه، الحوار مثير جدا، لانه زي ما انا قلت عنواننا النهارده مطارده الهربين. في فيلم زمان قوي كان اسمه الهارب، كان مسلسل كان مشهور جدا في الستينات والسبعينات، اسمه الهارب. النهارده الهارب هو المريض للاسف، وهذا الهارب لازم نحن عليه ونفهمه بالراحه انه في النهايه هيهرب لغايه فين؟ زي ما في الافلام العربي، هتفضل تهرب لغايه امتى؟ ده السؤال. طب تعالوا نشوف مع بعض الابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ الام العمود الفقري والعظام هي اقصى انواع، واحده من اقصى انواع الالام. المشكله دائما ان المريض يريد حلا فوريا. ابيض اسود ام رمادي؟ طبعا ابيض، يعني كلام واضح. هو بيبقى جاي على امل، هو حقه طبعا ان هو يتعالج بسرعه ويخف بسرعه، بس احنا بننظر الامور بقى نظره ثانيه مختلفه تماما. يعني انت عاده هو استنفذ وقت مهم جدا في طريقه حياته كانت سيئه، ويجي بقى في اللحظات الخطيره جدا دي وبيطالب بقى ان الامور تمشي زي ما مشيت زمان. بمعنى في وقت من الاوقات كان ممكن العلاج بتاعه شويه راحه وشويه مساج او تدليك او جلسه واحده من العلاج الطبيعي كانت حلت مشكلته. الموضوع زاد، هو استنفذ ده بقى عند المجبراتي وعند في البيت، وجابوا عيل قعدوه على ظهره او على ظهرها، ودايما يقول لك انا جبت الواد الصغير عندي في البيت وقعد يتنطط على عمود الفقر على الظهر كده، بحيث حسيت بعدها ان انا رقت. طب انا بجيب الواد دلوقتي وبقول له اتنطط يا واد، ما بيتنطط بس لسه الوجع زي ما هو. احنا بنقول العمود الفقري الامه كانت كتيره وسبناه. طيب هو ما بيقفش عند اللحظه دي، ما بيفضلش بنفس الالام بنفس المرض، لا ده بيزيد. بتبدا الاول خشونه صغيره، دي كان العلاج بيجيبها بنسبه 100%. التهاب في الاربطه او في المفاصل، العلاج كان بيجيبها بنسبه 100%. دخلنا بقى بعد كده في حاجه زي تشوه او انحناء في العمود الفقري، العلاج عمره ما هيجيبها 100%. دخلنا في انزلاق غضروفي، ها بدا الغضروف يكبر وينزلق يجيب لي 70-80%. دخلنا بقى في انزلاق فقاري، العلاج عمره ما هيجيبه 0%. يعني لما واحد يجي لنا بقى الفقره بتاعته الغضروف التاكل والفقره بقت سايبه واتحركت ومنتظر ان العلاج هيخففه، العلاج مش هيجيب حاجه. هنا العلاج خلاص ما عادش في علاج غير التدخل. وبعدين التدخل هنا محفوف بالمخاطر. يعني التدخل انت ظروفك ايه عشان اعمل لك عليه؟ يعني لو عندك هشاشه متقدمه يبقى العمليه ساعات مش هتدي النتيجه. لو عندنا مشاكل متقدمه في الكبد او مشاكل في السكر او مشاكل في الكلى او فشل كلوي او غسيل كلوي، النتائج برضو بتاع الجراحات مش هتبقى مرضيه، لانك احنا برضو عندنا مبدا ان اللي بيعمل عمليه خلاص بقى عايز ربنا يغفر له كل الامه السابقه وذنوبه السابقه وكل حاجه ويرجع كما ولدته امه. الكلام ده ما بيحصلش في الطب. يعني انا مش ما عشان عملت عمليه يبقى كل الالام اللي انا رايح لك بيها تخف. نحن اصحاب، السؤال الثاني بقى، نحن اصحاب زي ما بيقولوا المقام الرفيع في الجلوس بوضعيات خاطئه والتهور في حمل احمال ثقيله تؤدي الى مشاكل مهلكه. ده حقيقي؟ ابيض طبعا. ده حقيقي طبعا. يعني من اول ما يبقى طفل وهو رايح المدرسه وشايل شنطه قد كده، ولما يجي يقعد على مكتب ما عندوش مكتب في البيت وبيوطي وبينام على السرير معوج وواخد كل الاوضاع، ودول بيجي لنا كتير جدا في سن ال 12 لحد 18 سنه، العمود الفقري بقى معوج على جنب وبقى كتف ساقط وكتف نازل. وبنشوفها في البنات، يعني البنات لما بيوصلوا لسن 16-17 يبدا بقى مع النمو بتاعهم يبان الاختلاف. يعني يمكن الاولاد بيتاخروا شويه لكن بيبان هذا المشاكل. بنشيل شيله غلط، يحصل كسر في الفقره، شيله طبعا. بنوطي رفعنا حاجه تقيله جدا وشلناها على ظهرنا، حصل كسر في الفقره. الفقره اتكسرت، الفقره لما تتكسر بتتحدف لقدام وتاخد معاها الحبل الشوكي. شوف الحبل الشوكي اللي هو الخط الاسود اللي في النص ده بقى عامل ازاي، بقى مشدود زي الاستك. طيب كسر زي ده ممكن يعمل ايه لو ما اتلحقش؟ بيعمل ضمور في الحبل الشوكي. يجي المريض بقى عنده ضعف في الرجلين، ضعف في المشي، صعوبه، البول مش قادر يتحكم فيه، الالام الرهيبه جدا. دي صوره بقى بتاعت يعني قمه الماساه بقى اللي ممكن الدنيا كلها تضحك علينا بسببها. يعني الفقرات ثابت من بعضها ومش فقره واحده،
ده انا عندي فقره والثانيه والثالثه والرابعه، بقى عندي اربع غضاريف واربع فقرات سايبين في ظهري. طب ازاي اسيب نفسي لحد ما اوصل لهذه اللحظه وعايز تروح للدكتور ويدي لك روشته تخف عليها؟ دي في المؤتمرات يقول لك دي فعلا حقيقيه وينترس منها. يعني دي جمله معناها الدنيا، مين المريض اللي يسكت على نفسه لغايه في الدنيا كلها؟ ما حدش يوصل لكده. عندنا بنوصل لكده وبنشوف اسوأ من كده، واخد بال حضرتك؟ يعني لما نشوف بقى الفقره اتنقلت من مكانها، يعني ده مريض اهو وجاي له طلب محدد يقول بس اعرف ادخل الحمام. يعني هو انا يعني لو عرفت ادخل الحمام مش هعرف انزل السلم؟ ما اللي يخليني ادخل الحمام اقدر امشي واخرج واروح الجامع وكده. العمود الفقري اتقفل، بقى عندي خمس غضاريف في ظهري، بقى عندي ضيق في القناه العصبيه، بقى عندي خشونه في المفاصل، والمفاصل كل مفصل بدل ما يبقى حجمه قد كده حصل تضخم. انت عارف المفصل مثلا زي الركبه لما يمرض قوي تلاقي ورم، مش كده؟ المفاصل بتاعت العمود الفقري كده، اول ما يبدا المفصل يتاكل يتضخم ويبدا ياخد من الحيز اللي هو بتاع العصب والحبل الشوكي يعمل ضغط عليه فيعمل ضيق في القناه العصبيه. نبدا نشعر بقى بالكولوديكيشن بين وكولوديكيشن ديستانس وعدم المقدره على الحركه، وان البول بقى فيه مشكله والحاله الجنسيه ضاعت ومش عارف اوطي ومش عارف اقعد والقعده عذاب والوقفه عذاب والتوطيع عذاب، كل الكلام ده كله هيحصل. الارتجاع لانزلاق الغضروفي او الانزلاق الغضروفي لما بيرجع تاني اللي بيسموه المرتجع اخطر كثيرا جدا من الانزلاق الغضروفي لاول مره. الكلام ده ابيض ولا اسود؟ لا ده ابيض طبعا اكيد. القصه دي على فكره مخيفه جدا جدا، في ناس كتير جدا عندها ده كابوس. ده كابوس، كابوس خطير، كابوس الغضروف المرتجع. بس دايما احنا بنقول الغضروف يرتجع لسببين اساسيين. نمره واحد حاجه خاصه بالمريض نفسه. يعني انا حضرتك عندي غضروف وسبته 20 سنه وحد مثلا ان في غضروف انفجر، تمام؟ رحت للدكتور سين او عين من الناس قال لك هشيل لك الغضروف ده. انا ممكن اعمل الغضروف ده وانا مش واخد بالي ان انا عندي غضاريف تانية متاكله، وهرجع بعد شويه ارجع اشيل تاني اقوم ضارب الغضروف اللي بعده، واخد بال حضرتك؟ هي في الاخر انا كمريض ده انا جالي غضروف تاني، يعني انا مش عارف ان ده غضروف منفصل، بس انا كمريض انا لسه عامل عمليه، بس انت مش واخد بالك ان ظهرك انت سبته كتير جدا لما باظ. ما تجيش تقول لي لو انت عندك الاربع كاوتشات بتوع العربيه استهلكتهم وغيرت كاوتشه الباقيين هيفضلوا سلام، هيفرقعوا برضه مع الوقت لما نستعمله. الحاجه الثانيه كوتش غالي يا باشا كل حاجه غليت. الحاجه الثانيه ممكن يبقى الخطا كمان ايه من نوع العمليه اللي انت عملتها، وديت انا الحقيقه وديت مهمه جدا اللي انا بقولها دلوقتي، لان كتير جدا من الانزلاقات الغضروفيه النهارده الناس بتستبسط تقول لك ده عملها بالمنظار. شوفوا ده نوع من انواع العمليه اللي احنا بنعملها النهارده. مش كل غضروف بيبقى غضروف بس، ده ممكن يبقى معاه شرخ في الفقره زي هنا واتنسى، او تاكل في جسم الفقره وبدا يتحرك واتنسى، وادخل اقول لك انا شلتها بالمنظار، شلتها بالليزر، شلتها بالميكروسكوب الجراحي وما عملتش حاجه اسمها دعامات او تثبيت، ده نوع من الدعامات في العمود الفقري. والحقيقه اكاد اجزم ان النهارده ما عادش ينفع تعمل عمليه انزلاق غضروفي من غير ما تعمل تثبيت او دعامات العمود الفقري الحقيقه في العالم كله، لدرجه ان هذا الكلام حقيقي حصل تجريم بالقانون انك تعمل بس غضروف بس للظهر. يعني في اماكن، يعني امريكا نفسها فيها ولايات كتيره جدا، في اماكن منها لو عملت انزلاق غضروفي فقط سواء بالمنظار او بالليزر من غير ما تعمل تثبيت او دعامات تعاقب وتحاكم، بيسميه مال براكتس، اخطاء مهنه. انت مخطئ لانك ما كملتش العمليه صح. الحقيقه النتيجه لطبيعه الناس عندنا وطبيعه حياتنا وطبيعه العمود الفقري بتاعنا وما بنجيش الا متاخر قوي، اكتشفت ان ما ينفعش تعمل عمليه مجرد شلت الغضروف بس وتسيب المريض على كده. لا، لازم تعمل حاجه بديله تعوض ضعف الغضروف ده. يا فندم ساعات بنعمل حتى البديل ده ونرجع تاني نشيل ونحط ونعمل يجي لنا غضروف جديد وهكذا. يبقى اذا النقطه يبقى بيرتد الغضروف، ها؟ والتجربة بتاعت بقى مريض جاله ألم الغضروف ورجع بعد كده عمل عملية ورجع بعد شوية العملية باظت وعايز يعمل عملية تانية سواء نفسيا أو ماديا أو اقتصاديا أي حاجة، مرهق. فبقى فيه خوف. فأنا بقول دايما يا تتعمل صح من الأول يا إما ما تتعملش العملية. لكن ما نخدعش بقى تحت بند ايه انا عملتها لك بالليزر، عملتها لك بالمنظار، عملتها لك بالملاحه، عملتها لك مش عارف ايه. عمودنا الفقري لا يحتمل اللعب فيه غير هي مرة واحدة يتعمل حاجة صح علشان ما تردش علينا بعد كده. الفهم والموضوع يجعلني أبعد عن قرار الاتهام، وعدم الفهم ممكن يدخلني، وعدم القرار الجيد يدخلني قفص الجناية. أنا أتمنى أن احنا نكون براءة.
طب تعال نشوف مين اللي هياخد ده او ده او ده ما بين المتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ المريض اللي فاكر الغضروف طالما عمله مره خلاص هو بقى في امان، وزي ما بيقولوا لقد فعلت ما يجعلني ابيض السريره وعدت كما ولدتني مامتي. ده معنى الدماغ اللي هي ايه اللي في دماغ الناس دي. هيمارس حياته بنفس الطريقه، نفس الشيء، نفس الحط، انا عملت عمليه. ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ اكثر من جاني؟ هو يعني انا بتهم ان هو مهمل ومش فاهم الموضوع الحقيقه، يعني هقول ان هو متهم بس مش جاني ولا حاجه. وساعات ظروف الحياه هي تجبره ان هو يبقى كده الحقيقه، يعني احنا ساعات عندنا لو واحد ما اشتغلش ما مش هياكل، لو واحد ما راحش الشغل هيتفصل منها، وخاصه لو ما فيش انشورنس وتامين وكلام من. بنقول ان لازم نفهم بس الموضوع، يعني يا فندم ده انت لو عربيه راحت التوكيل وعملت عمره عمرها ما بترجع زي العربيه اللي طالعه لسه من الاجانس، بنفهمها كده وبتبوس بعد شويه. لو بعد شويه خلاص بقى، ما انت لو عملت عمره يعني اللي بيقول لك ايه، اصل لو واحد اتضرب فيه مشرط او ضرب فيه مفك مش بيرجع للطبيعه العربيه طالما تعب فيها. يعني حقيقي كده، يعني احنا بنقول ايه، انا بساعدك انك ترجع شبه طبيعي، انت مش بتبقى طبيعي بنسبه 100%، والكلام ده مش انا النتيجه لتقصير مني، ده هي دي الحقيقه اللي انت لازم تبقى فاهمها. بغض النظر عن انك تسمع من الناس كلام يقول لك ده انت تبقى زي الفل واحسن من الاول 100 مره، مفيش حاجه احسن من ربنا خلقها، استحاله. يعني مهما عملنا مش هنقدر نحاكي الغضروف اللي ربنا خلقه الطبيعي. طيب لما يبقى عندك غضروف واثنين وثلاثه تاكلوا وباظوا، ورايح تقول انا بعمل عمليه شفط غضروف او انزلاق غضروفي بالمنظار او بالميكروسكوب جراحي فقط، وتسيب بقى الحاجات اللي حضرتك بتشوفها دي كلها، الحاجات اتعملت ليه؟ يعني الناس اللي عملت ده مش عملتها يعني بتضيع فلوسها وبتضيع مجهودها وتركب شويه مسامير، لا، الدعامات دي اسمها دعامات، والدعامات دي فيها ميزه ان هي حركيه، يعني ايه، تقدر تسمح بتتحرك وتدينا مرونه في العمود الفقري وقوه في العمود الفقري، وبتعوضني عن الفقد اللي انا بفقده في عمليه الانزلاق الغضروف، لان كل غضروف انا بشيله بضعف 20% من الفقرات القطنيه. واخد بال حضرتك؟ فلو شلت غضروفين انا فقدت 40%، يبقى عايش ب 60% فقط، واصلا 60% اصلا معيوبين من البدايه، لان الغضاريف دي من البدايه تعبانه. فاتعمل بقى الدعامات، والدعامات دي فيها ميزه الحقيقه ان الجسم ما بيتفاعلش معاها، تسمح بالحركه كويس جدا، بتقعد مسافات طويله وفترات طويله جدا في الجسم من غير تفاعل ولا مشاكل، غير ما يسمى الشرايح والمسامير. الشرايح والمسامير ده هي دي الكارثه الحقيقيه، لان ما عدناش بنفضلها دلوقتي. الشريحه الستانلس ستيل دي بتركب، الجسم ممكن يتفاعل معاها، ممكن تتكسر، تمنع الانحناء، تمنع، وبعدين لو واحد وطى غصب عنه ممكن تتكسر او تتقطم او المسمار يخرج من مكانها ويعور العظم بتاعنا. فده نوع تاني من النوع من التدخلات في العمود الفقري، انا بتدخل النهارده عندي فقرات قطنيه فيها غضاريف تاكلت الفقرات، وانا بطبيعتي لازم هشتغل تاني ولازم اشتغل، فلازم هنا نعمل ايه؟ الدعامات، دي اسمها دعامات. والدعامات اشكال واصناف وانواع وماركات وموديلات وبلد منشا مختلف، في حاجات كتيره جدا، في منها القوي جدا وفي منها الرديء جدا وفي منها كل حاجه، زي اي حاجه او اي منتج عندنا. فدايما لما بنيجي نركب في ظهرنا لازم نختار ايه اللي يركب، علشان ده قاعد معانا العمر كله، ده مش مفروض ان انا اركبه شويه واغيره. يعني احنا دايما نختار وننتقي ايه اللي هيتعمل او ايه اللي هيركب، وطريقه عمل الجراحه نفسها. في ناس بتفرح قوي يقول لك اصل انا مفيش جرح في الظهر. يا سيدي ماله، لو في جرح 2 سم او 4 سم، ده احنا بنحتاج سنتي ونص الى 2 سم للفقره. لو بعمل لك فقرتين جرحين 4 سم، ثلاث فقرات يبقى 5 سم ونص او 6 سم ماكسيموم. فده مش القضيه، يعني مش قضيتك ان انت ما عندكش جرح، هو انت ما عندكش جرح وفضل عندك الالم، ايه الميزه؟ مفيش اي ميزه الحقيقه. فبنقول ده ضروره النهارده، تدعيم العمود الفقري سواء في الرئه بقى او في الظهر، ده ضروره، ما ينفعش نعمل عمليه من غيره. خلينا نروح للوهم والشك واليقين. وهم، شك ام يقين؟ عمليات انزلاق الغضروفي المرتجع نتائجها تشابه او اصبحت تقارب عمليات الانزلاق الغضروفي لاول مره العادي، ده وهم ولا شك ولا يقين؟ لا ده بقى يقين، ده بالعكس بقت احسن.
تقارب احسن. لا ده بقت احسن. اصل عمليه اقول فشلت وبنعملها تاني يعني، فبالتالي مش هقارن نتائج بتاعت حاجه فشلت بحاجه ان شاء الله هتبقى ناجحه. يعني المرتجع دايما خلاص داي يعني بص، مفيش جراح هيدخل يعمل عمليه مرتجع الا لازم يدرس اسباب الفشل. الفشل ده جاي منين؟ جاي من طرف المريض ولا من طرف العمليه اللي اتعملت سابقا؟ ممكن يكون هو اللي عملها او اللي عملها احد زملاء الافاضل، يعني مفيش يعني في الاخر عايزين نحل الموضوع. يعني في ناس دايما بتستنزف نفسها يقول لك طب والدكتور عمل لي ايه بقى؟ يا سيدي بروح اساله بس خليني انا اساعدك في الحل. دي قصه مصريه اصلا. اللي هو بقى ابدا اعمل ونعمل معاه ايه بقى؟ وابدا اوريه الاشعه بتاعت المريض على انه مريض تاني خليني انا اساعدك يعني انا اساعدك. ودايما النهارده بنفكر طب عندك غضروف مرتجع وفقرات بقت سايبه زي الفقرات اللي احنا كنا شايفينها زي السلم، دي دعامات، انواع من الدعامات، ما عادش ينفع اعمل عمليه في عمود فقري بيشتغل وبيشقى من غير ما اعمل كده، والا في انا بقى اللي هبقى في الاخر جاني. واخد بال حضرتك؟ يعني هبقى جاني فعلا ومسبب مشكله كبيره جدا للمريض بتاعي. ودايما التثبيت او الدعامات بتاعت الفقرات اشهرها ان احنا نثبت فقرتين في بعض. طب لو عندك مريض عنده 5 فقرات تقدر تعملها ولا لا؟ تتعمل. يعني بالامكانيات بتاعتنا المتاحه عندنا والخبره اللي احنا بنعملها نقدر نعمل 5 فقرات و6 فقرات ونقدر نصلح عمود فقري 12 فقره 13 فقره كلهم بايظين مع بعض. يعني الحقيقه بقت في التكنولوجي بقى موجود والامكانيات متاحه الحقيقه. ونتائج الحقيقه الحمد لله من فضل الله بقت احسن بكتير جدا. بس دايما بنقول للمريض بتاعنا افهم ايه اللي عمل لك المشكله عشان ما نرجعوش. انا ساعات يجي لي مريض او مريضه بالذات ست وزنها 140 كيلو وعملت عمليه وفشلت، اقول لها مش هعمل لك عمليه، روحي اعملي عمليه معده، تحويل معده، ربط معده، نفخ معده، اي حاجه، المهم في الاخر لازم تخسي. ليه؟ لان السبب الرئيسي ان اللي بوظ العمليه الاولانيه هو مين؟ الوزن زياده. فانا مش هعرف نفس الغلطه. يعني لازم نحل هذه المشكله عشان ما يتقالش بقى في الاخر ان كل العمليات فاشله. لا مش فاشله، انت شايله صخور. طبعا لازم لازم نبعد اسباب الفشل ونقرب اسباب النجاح. نورتنا، ربنا يخليك، خليكم دايما معنا في الحلم. الكوليرا، مرض الكوليرا من الامراض الوبائيه ومرض في منتهى الخطوره لانه مرض قد يودي بحياه الناس. ارتبط مرض الكوليرا بالحروب، يعني المكان الذي توجد فيه حرب توقع ان تنتشر فيه الكوليرا، وهنا تبقى علامات استفهام مخيفه جدا. هل الكوليرا تنتشر نتيجه انخفاض مستوى المعيشي اثناء الحرب، انتشار فرص الاصابه بالكوليرا نتيجه انخفاض النظافه، انخفاض الرعايه الصحيه والظروف المتعلقه بالسانيتري كونديشن، بالصرف الصحي والنظافه والتطهير والى اخره، ام ان هناك علامه استفهام خطيره؟